هفضل مستنياك 17 ساعة؟ ازاي؟ افتح افتح يلا. ايه يا مسوت؟ تعالي اتفضلي يا نهار ابيض. انت فين يا علي؟ ما بتجيش المدرسة ليه؟ ما هو انا اصلا عيان اول يومين دول. سلامتك يا حبيبي، باين عليك العاية اهو. ويا ترى بقى الشنطة دي فيها ايه؟ فيها أدوية وتحاليل ومحاليل وإشاعات ورجيه. لا لا لا، دي فيها هدومي، خالتي كانت بتغسلها لي. ما انت عارفة ان انا عايش لوحدي، ماليش اللي يغسل لي. يا عين امك، يتيم زي حالاتي، مع ان ابوك لسه عايش. بتروح تزوره؟ بزور مين؟ ابوك. لا لا، ابويا مسافر بره من زمان، ما اعرفش حاجه عنه. وهو يا اخويا ابوك يسافر بره مصر ويسيبك هنا تقرفنا ولا ايه؟ ولا البلد اللي هو مسافرها ما فيهاش مدرسه تلمك؟ ما اعرفش يعني. علي، انت بتجيب فلوسك منين؟ يعني غياراتك اللي في الشنطه ومصاريف المدرسه والسلسله اللي انت لابسها وشعرك اللي سابغهولي ده، بتجيب فلوسهم منين؟ يعني بحاول. الانكار لا يفيد، وكل الادله ضدك. بص يا علي، انت من مصلحتك انك تجيلي دغري كده وترسيني ايه اللي بيحصل وتحكي لي الحقيقه من طقطق لسلام عليكم. وما تقلقش، لو عامل عامله مش صدفه تخرجك منها زي الشعره من العجين. بس قولي يلا اعتراف.